السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا جميعا، حيث يتم تخريج أول دفعة من مدارس الإحسان، وهو يوم تاريخي لأبنائنا الخريجين وبناتنا الخريجات، لأنهم سينتقلون إن شاء الله إلى مرحلة التعليم العالي، وهو يوم تاريخي للآباء أيضا الذين وهو أيضا يوم تاريخي للآباء والأمهات الذين يرون ثمار زراعتهم وثمار جهودهم. لدي ثلاث كلمات: كلمة للهيئة التنفيذية والتدريسية في المدرسة، وكلمة للآباء والأمهات، وكلمة للخريجين. الزملاء الأعزاء، إن المؤسسات التعليمية موصوفة في العالم بأنها تقليدية ومحافظة، أي أنها تبدي دائماً نوعاً من التمنع في وجه التطور والتغيير، ولكن نحن نرجو أن نكون في مدارس الإحسان، نرجو أن نكون استثناءً من هذه القاعدة. وقد أخبرني فريقنا الإداري الرائع بأن هناك أكثر من 15 نقطة يتم العمل عليها من أجل العام القادم، لتكون مدارس الإحسان بإذن الله عز وجل أفضل وأجود، وإن شاء الله تستمر هذه المسيرة. حين يتغير كل شيء حولك، فإن الجمود حينئذ لا يبقى جموداً، ولكنه يتحول إلى تقهقر، ويتحول إلى تراجع. ونحن نعيش في عالم يمور بالتغيير، فالتراكم والتقدم التقني الهائل الذي يحصل الآن يقلب كل شيء رأساً على عقب. إن ثبات الأهداف يحولها إلى شعارات فارغة ما لم نجدد في الأساليب والأدوات من أجل جعل تلك الأهداف حية وجعلها يعني مستمرة بفاعلية ومستمرة بوضوح. أقول للآباء والأمهات الكرام والكريمات، إن الطائر الذي ربيتموه صار له جناحان، ونمت له خواف وقوادم، وصار قادراً على أن يطير بنفسه وأن يغادر العش الذي نشأ فيه. وبالتالي فدور التربية قد انتهى، بقي الدعاء وبقي الإرشاد وبقي النصح وبقي الأجر إن شاء الله عز وجل، ولأبنائكم القرار. في لحظة ما يكون على الآباء والأمهات أن يضعوا خطوطاً حمراء، وهذا جرى معنا جميعاً حين يتخذ أبناؤنا قرارات غير معقولة وغير مقبولة بأي معيار من المعايير. لكن أرجو أن يكون هذا هو الاستثناء، وأن تكون القاعدة أن يختار الواحد منهم التخصص الذي يريد والحياة التي يريدها. بقي لكم أيضاً الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات الخريجون الأعزاء، فالحقيقة يعني أود أن أقول لكم إن أعمدة الحياة الطيبة هي الصلاح والنجاح والمشاركة في الإصلاح. وحين تخلو حياة الواحد منا من واحد من هذه الأعمدة، فإنها ستكون مكدرة وناقصة وغير سوية. الجدية والمثابرة والاجتهاد والتفتح هي أعمدة الحياة، ويجب أن تكون جزءاً من منهجنا في هذه الحياة. إن الإبداع مفتوح أمام الجميع، والإبداع مرتبط بالبحث، ومرتبط بالتركيز، ومرتبط بالتخصص،
أكثر من ارتباطه بالذكاء. ولذلك أمام كل واحد منكم طريق واسع ومفتوح لأن يكون مبدعا. إنه ليس هناك طريق سهل، وليس هناك طريق قصير للوصول إلى المجد والوصول إلى المعالي. ولو كان الوصول إلى المجد سهلا لوصل إليه كل الناس. وأريد أن أقول إن أبويكم هما كهف الأمان، وهما الحضن الدافئ، فكونوا بارين بهما، كونوا في خدمتهما، كونوا قريبين منهما، فقد بذلوا وأعطوا وقدموا وقدموا الكثير. لا يدرس الواحد منكم تخصصاً لا يحبه، ولو كان هذا التخصص براقاً، لأن الإبداع يحتاج إلى الشغف، يحتاج إلى الجهد الهائل، والجهد الهائل يحتاج إلى الشغف. وبالتالي لا يدرس الإنسان تخصصاً لا يحبه. وأقول للآباء والأمهات، كونوا أسخياء في الإنفاق على أبنائكم، فالذي يدرس في جامعة جيدة يتخرج أستاذاً، أما الذي يدرس في جامعة ضعيفة فيتخرج طالباً، ويحتاج إلى سنوات كثيرة من الجهد حتى يصبح صالحاً لسوق العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم ويوفقكم ويهيئ لكم الخير، وأسأل الله تعالى للآباء والأمهات الذين بذلوا وأعطوا أن يجزيهم خير الجزاء وأن يزيدهم من فضله، وأسأل الله تعالى لمدارس الإحسان المزيد من التقدم والمزيد من العطاء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.